من اهم العادات اللي كيمشيو من بعد ما كيدوز رمضان وهي الصلاه. كنشوف بان بزاف ديال الناس ملي كيجي رمضان كيف ما كنقولوا عبادي الحريره كيمشي رمضان كتمشي معاه الصلاه، كيمشي معاه يعني ديك الجديه في الدين يعني كتمشي. عندك بزاف ديال العادات نديرهم في رمضان فاش يخرج رمضان ما تبقاش ديرهم، منهم حاجه واحده البنات فاش يكون رمضان نديروا عليهم كروه كحله، يعني فاش تخرج عاد تمسح ديك الكروه وتاخذ راحتك معاهم. حيت علاش لا درتي معاهم شي هضرتي معاهم ولا شحال من حاجه تدي الايتم مع سيدي ربي، تدي اكثر من اللي تدي فاش تكون خارج رمضان. وهذه ابسط الحوايج، يعني كاينين بزاف د الحوايج واحد اخرين يقدروا ما يطيحولكش على دماغك. انا نقول لك شي حاجه واحده، مثلا الصلاه سيدي ربي، مثلا يا ربي لما تسمح لنا مثلا الصلاه في رمضان تنصليو التراويح تنصليو كذا، خارج رمضان تقدر ما تصليش شفاعه اليسر كما كنتي كتصليه في رمضان ولا شي حاجه بحال هكا. رمضان كنرتاحو هنا من المكياج، سي بون ملي كيدوز رمضان عاود كنرجعو المكياج وصافي. حاجه واحده هي المهم التراويح اللي كيعرفها كلشي، المهم الصلاه الصلاة ما كتبقاش، قليل اللي كيبقى يصليو، أكثرية في الجامع اللي كنعرفو، في الجامع ما كيبقاوش الناس كيولجوا للجامع وكيمشيو، أون بليس دو سا قراءة القرآن حتى هي ما كتبقاش، يعني داك الإسلام داك الروح ديال الإسلام الديني اللي كيكون عندهم في رمضان، داك الصبر اللي كيكون دائما عندهم ما كيبقاش. اللي كنديرو في رمضان هو مثلا كتكون غض البصر مثلا، ما كتبقاش ديرها من كيخرج رمضان راكعة. غريزة العادات اللي كنفتقدوهم بحال العبادة الصلوات اللي كنصليوهم من دائما في العشاء في المغرب التراويح كل شيء. وبالنسبة للشهيوات الأطباق الرئيسية اللي ديما كنفتقدوهم الحريرة كنبقاو كنديروها مرة مرة، كتسمح لنا الجوامع مكنبقاش نصلي ديما في الجامع، كيكون في رمضان ديما كنمشي نصلي في الجامع والنعاس كنكون في رمضان مكنبقاش الناس، ملي كيخرج رمضان كنولي الناس عادي نورمال. العائلات كتبحال اللي تجي داك صلاه الرحم كتجي غير في رمضان، كثره العبادات كتوقع غير في رمضان، وحتى النظام ديال الاكل كيتغير، وحتى النعاس مثلا ما كيبقاش هو بزاف ديال لي جون كيكونوا كيصليو في رمضان من بعد فاش كيخرج رمضان صافي. الصهير بالخصوص الصهير من بعد رمضان كتبقى لك ديك المداومه انك انت كتسهر من بعد صافي كيمشي. بالنسبه للعادات مثلا يعني العائله كتجمع بزاف في رمضان في وقيته الفطور، يعني مور رمضان ما كتبقاش يعني داك بحال في وقيته رمضان كيتجمعوا الناس وهذا، يعني في رمضان ما كتبقاش مور رمضان ما كتبقاش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.